معلش ميسي هدف مرحبا من معي انا الملك سبح لدي مشكلة كبيرة أستاذ ثعلوب أرجوك تعال إلي حالا سأتي على الفور حسناً سأحضر الأدوات معي لا تقلق جلالتك سأتي بأقصى سرعة في الحال ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه ووضع صندوق أدواته في السيارة ثم انطلق سريعاً إلى منزل الملك سبع في هذه الأثناء كان السيد نعسان يتجول في الغابة سيد نعسان آمل ألا ينام مجددا سيد نعسان هل أنت بخير؟ لقد اكتفيت هذا كثير أنا لا أريد أن أتعامل معه مرة أخرى ماذا حدث؟ للمرة الثانية أو الثالثة أغير إطارات السيارة وفي كل مرة يخدعني هادي ماذا؟ هادي؟ مستحيل إنه ميكانيكي بارع إذن لماذا انفجرت إطاراتي هكذا؟ هذا يعرض حياتي للخطر أستاذ ثعلوب أنا لا أعرف لكن هناك شيئاً خاطئاً أنا أقول لك إنه السيد هادي إذن لنتصل به ونعرف أهلاً أستاذ ثعلوب مرحباً هادي هل الأمور بخير؟ في الحقيقة نحن نحتاج إليك في الحال بالطبع قل لي أين أنت بالتحديد؟ الطريق 65 أسرع رجاءً نحن في انتظارك سأتي على الفور ها قد أتى أرجوك اهدأ ودعني أتعامل مع الأمر حسناً لنرى ماذا سيقول هذه المرة مرحباً أستاذ ثعلوب مرحباً هادي ماذا حدث أستاذ ثعلوب؟ لقد أقلقتني هل بعت هذه الإطارات للسيد نعسان حقاً؟ نعم، هذا صحيح ماذا حدث إذن؟ أخبرته ألف مرة أستاذ ثعلوب هذه الإطارات مميزة ويجب ملؤها بالهواء تحت ضغط محدد لكنه دائماً ينام وينسى لقد سئمت منه هكذا إذن أتسمع سيد نعساع؟ إنه نائم ثانية لا جدوى منه قام الأستاذ ثعلوب والسيد هادي بتغيير الإطارات انتهينا شكراً لك هادي على الرحب والسعة ولكن كيف سنوقظه؟ اتركه لي حسناً وداعاً لقد انتهينا ماذا؟ جاء هادي وأصلح كل شيء وهو يخبرك أن تتحقق دائماً من ضغط الهواء داخل الإطارات فقط؟ نعم حسناً، شكراً أستاذ ثعلوب لا عليك، أرجوك خذ حذرك ولا تنسى كلامي لن أنسى، أنا أعدك انطلق السيد نعسان بعيداً داخل الغابة أما الأستاذ ثعلوب فقاد سيارته متجهاً إلى مكان معين ترى هل تذكرونه؟
في إحدى ليالي الربيع المقمرة، وبينما كان الأستاذ ثعلوب مسترخياً يحتسي شرابه المفضل في شرفته، إذا به يسمع صوت هاتف المنزل. ترى من الذي يتصل في ذلك الوقت؟ مرحباً، من معي؟ أستاذ ثعلوب، أنا سبع. الملك سبع؟ أهلاً وسهلاً بك. أستاذ ثعلوب، هل لك أن تزورني في الصباح الباكر لأقص عليك أمراً ما؟ بالطبع، سأكون هناك. وبعدما أغلق الأستاذ ثعلوب الهاتف، اتجه لفراشه حتى يخلد للنوم مبكراً، لأنه لم يرد أن يفوت موعده مع الملك. في صباح اليوم التالي استيقظ الأستاذ ثعلوب ودخل ليأخذ حماماً منعشاً. بعدها ارتدى ملابسه مستعداً لموعده مع الملك سبع. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب، هل أدخله؟ بالتأكيد، أدخله في الحال. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير سيدي، هل تأخرت عليك؟ لا لا، أنت دائماً في الموعد. كيف حالك أستاذ ثعلوب؟ أنا بخير، وكيف حال الصغير شبول؟ إنه بخير، فكما تعرف شبول شقي جداً ولا يكف عن الهرولة هنا وهناك، ولكن بفضل سوارك نستطيع أن نصل له بسهولة. أشكرك على صريك الطيب. على الرحب والسعة، هل أخبرتني ما الأمر الذي يقلقك؟ كما تعلم، فقد ازداد عدد سكان غابتنا مؤخراً. بالتأكيد، لقد ازداد عددهم كثيراً. نعم، ولكنني لا أستطيع أن أصل إليهم جميعاً للاجتماع بهم. لهذا طلبت منك المساعدة، أريدك أن تجد حلاً لأجمع كل حيوانات الغابة في نفس الوقت. دعني أفكر، سأحتاج لبعض الوقت. لك ذلك أستاذ ثعلوب، ولكن أرجوك لا تتأخر في الرد علي. لا تقلق جلالتك، في الغد سوف أعود لك بالحل. خرج الأستاذ ثعلوب ثم صعد إلى سيارته وهو يفكر كيف يحل مشكلة الملك سبع، فكل ما واجهه من قبل لا يعد شيئاً أمام هذا التحدي الصعب. الأمر أصعب مما تخيلت، علي أن آخذ قسطاً من الراحة. عاد الأستاذ ثعلوب لمنزله وجلس على أريكته المريحة، فقد اكتفى بهذا القدر من التفكير في حل المشكلة. وبينما كان يشاهد التلفاز إذ فجأة وجدتها! اتجه الأستاذ ثعلوب سريعاً إلى ورشته وقام بتصميم جهاز جديد أنيق. أخذه وصعد إلى سيارته وانطلق فوراً إلى بيت الملك سبع. أستاذ ثعلوب،
اعتقدت أنك ستأتي غدا. هل وجدت حلا لمشكلتي؟ أجل، هذا الجهاز به حل مشكلتك. هذا رائع، ولكن ما هذا الشيء؟ هذا مكبر صوت، صنعته خصيصا لأجلك. كلما أردت أن تجتمع بالحيوانات عليك أن تزأر خلاله. أستاذ ثعلوب، أنت عبقري. ولكن خذ حذرك، فصوته قوي وقد يتسبب في ذعر من بالجوار. بالتأكيد، أنا عاجز عن شكرك أستاذ ثعلوب، لن أنسى لك صنيعك هذا. هذا من دواعي سروري. إلى اللقاء أستاذ ثعلوب. وهكذا غادر الأستاذ ثعلوب وقاد سيارته عائدا إلى منزله منشرح الصدر، تبدو عليه الراحة والهدوء. في صباح يوم مشرق جميل، انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التدرب جيدا. بالتأكيد، سأبدأ بمجرد وصولها. ما إن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقا على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكرا سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته. ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح، هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً، نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة.
الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا، ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. أخيراً! تفضل جربها. حسناً! أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. أثناء ليلة الأمس كان السيد نعسان في طريقه من العمل إلى البيت، ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ. لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب. نام السيد نعسان على عجلة القيادة. كان الصوت مزعجاً للغاية. حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى، ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفظيع. ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان، أنت ثانية؟ يا لك من مزعج، ما الذي أتى به في هذا الوقت؟ ها هو نائم على آلة التنبيه. المعذرة. سيد نعسان، مرحبا مرحبا. هذا كثير. من؟ أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل، وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي. أوه، أستاذ ثعلوب، كيف حالك؟ يا إلهي، الثانية صباحاً؟ فعلاً؟ إذن كيف أساعدك أستاذ ثعلوب؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي. وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف، أنت أخبرني. لقد كنت نائماً واستيقظت على الصوت الفظيع لآلة تنبيه سيارتك. عذراً، يبدو أن النعاس قد غلبني مجدداً. يا إلهي، لا بأس في ذلك. الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسناً أستاذ ثعلوب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل. يا إلهي. أستاذ ثعلوب، انتظر، ساعدني. ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل.
هذا ما يبدو. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة. بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يرام، وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد. تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة، لكن السيد نعسان لم يستيقظ. حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه. سيد نعسان، لقد نفذ الوقود من سيارتك. من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود. معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود. حسنا. لقد نمت ثانية. ماذا؟ استيقظ، سأملأ لك خزان الوقود، لدي بعض منه في الداخل. سيكون هذا رائعا. سيد نعسان، لقد انتهيت، يمكنك الذهاب الآن. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. لا، ليس مجددا. بدأ اليوم بداية جميلة، فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية، والجو رطب والمنظر بديع، مما يجعلك تود الركض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم. لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار، مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس. يا لهذا الضباب الذي يكسو الغابة اليوم، إنها ظاهرة غريبة تجتاح الغابة في الآونة الأخيرة. أرجو أن يكون كل شيء بخير، علي الذهاب إلى المنزل حالاً. هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد، وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية. أها، السيد سلطان، سأقوم بالاتصال به، فربما يستطيع إخباري بما يحدث. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان. ولكنه لم يجد أي رد. ربما ليس بمنزله، سأحاول محادثته عبر اللاسلكي. وعندما بدأ بالبحث عن جهازه، إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة. كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه. كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة. من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات، ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع، وكان اليوم يمر بمشكلة. السيد جواد، يا للمفاجأة، لم أتوقع أنه أنت أبداً. كيف حالك؟ تفضل. شكراً أستاذ ثعلوب، أنا لا أريد أن أضيع أي وقت، فأنا دقيق في وقتي وأعمالي. بالطبع، هل أحضر؟ لا وقت لدي، فقط أردت مشورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب. اجلس من فضلك، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حسناً، تريث قليلاً، وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب. قصة طويلة، ستستغرق وقتاً، ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأي طريقة. حسناً، أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق، استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة. باختصار شديد، المفترض أن هذا المنجم به ذهب، ولكنني عندما بدأت بالتنقيب لم أعثر إلا على حفنة من التراب. كان شعوراً سيئاً جداً، لقد خاب ظني وأحسست أنني أخطأت بهذه الصفقة.
ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً. المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل. ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة، سآتي بشيء يساعدنا. أأنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم نعم، أشكرك أستاذ ثعلوب. أرجو منك أن تسرع، أنت تعلم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطع تقطعه قطعك. نعم نعم، أمهلني دقيقتين فقط. كثير أستاذ ثعلوب. دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال، ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادن، وبالفعل وجدها. فعاد من فوره إلى منزله حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد. أستاذ ثعلوب، لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة، سنعقد صفقة، وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير، فأنت تعلم أن الوقت كالسيف. فهمت سيد جواد، ولكننا هكذا نضيع وقتاً أكثر، أليس كذلك؟ بلى، هيا بنا إلى سيارتي. حسناً. كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئاً فشيئاً، وأصبحت الرؤية مقبولة، وعندما وصل كانت المفاجأة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. كانت الآنسة ياسمين ترسم على الشاطئ كعادتها، مستمتعة بممارسة هوايتها. أظن أنني يجب أن ألونه باللون الأزرق. لا مهلاً، أظن أن هذا أفضل. لما لا أعطيه بعض اللون الوردي الموجود على ريشي؟ هذا لا يجدي نفعاً. علي الاتصال بالأستاذ ثعلوب لعله يخبرني ما يجب علي فعله. مرحبا. أهلا أستاذ ثعلوب، أنا ياسمين. أهلا ياسمين، كيف حالك؟ بخير أستاذ ثعلوب، لكنني بحاجة إلى مساعدتك. هل بوسعك القدوم إلي؟ أنا في مكان الرسم المعتاد. بالطبع، سآتي حالاً. ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وانطلق بسيارته إلى حيث ترسم ياسمين. أستاذ ثعلوب، أنا سعيدة لمجيئك. لقد حاولت بكل الطرق ولكنني لم أفلح. ماذا تحاولين أن تفعلي؟ أنا أحاول أن أضيف بعض اللون الوردي أستاذ ثعلوب. لا أظنك تتبعين الطريقة الصحيحة يا سمين. حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ هل تستخدمين لوحة للألوان؟ بالتأكيد. حسناً، أي الألوان لديك؟ لدي الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأسود والأبيض، وينقصني الوردي، الأخضر، البرتقالي، البنفسجي والبني. دعيني أرى، إذا أضفنا القليل من الأحمر إلى القليل من الأبيض نحصل على الوردي. إنه أشبه بالسحر. وماذا عن بقية الألوان؟ هل تودين التجربة؟ أجل، أود ذلك، ولكن أي الألوان أستخدم؟ أطلق العنان لخيالك. أريد أن أجرب الأحمر والأزرق. حسناً، رائع، أستطيع تلوين أزهاري بالبنفسجي. هل تريدين التكرار؟ بالطبع، هذه المرة سأجرب الأحمر والأصفر. جميل، إنه البرتقالي. إنه جميل أستاذ ثعلوب، لكن لا زال ينقصني الأخضر. حسناً، لنرى، ألم نخلط الأزرق والأصفر بعد؟ صحيح، انظر إلى هذا اللون الأخضر الجميل. الآن لوني كما تشائين. لكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن البني؟ صحيح، كدت أنساه. برتقالي وأزرق. نعم، هو ذاك. حقاً أنا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. لا عليك يا سمين، أحب ألوانك جداً. بالفعل؟ نعم، إنها زاهية. أشكرك، هذا بفضلك أنت. حسناً، إذا أردت لوناً ما فقومي بدمج الألوان معاً. وهكذا عن طريق دمج الألوان التي لديها حصلت ياسمين على ألوان جميلة جديدة،
فكانت منشرحة سعيدة. يوماً ما كان النسر العظيم هيثم يطير إلى عشه، كل ما أراده حينها هو الراحة، ولكنه لم يقوى على الوصول، فقد شعر بالبرد والتعب الشديد. يبدو أنه قد أصبح نسراً مسناً، لذا قرر الذهاب للأستاذ ثعلوب. أهلاً سيد هيثم، تبدو متعباً، تفضل أرجوك. شكراً أستاذ ثعلوب. حسناً أخبرني، كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، لقد عشت أياماً مليئة بالازدهار والرخاء، ولكنني صرت كهلاً ومتعباً، ولا أستطيع العيش وحيداً هناك في هذا الطقس البارد. وأين تعيش سيد هيثم؟ على قمة الجبل. فهمت، الرياح قوية هناك، يبدو أنك تصاب بالبرد كثيراً. كلا، لم أعتد أن أمرض، لكن ذلك كان في الماضي، أما الآن صرت ضعيفاً، لست كما كنت سابقاً، كما أنني وحيداً هناك بالأعلى، لا يوجد أحداً يتحدث إلي أو يساعدني في التماثل للشفاء إن مرضت. ولم لا تأتي وتعيش معنا في الغابة؟ لقد بحثت كثيراً، لكنني لم أعثر على المكان المناسب لعش الكبير، ولا أقوى على بناء عش جديد، كما لا أستطيع السكن في بيت أحدهم. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر، ما الذي يمكنه فعله لمساعدة صديقه القديم؟ وجدتها، سوف نبني بيتاً جديداً، لا تقلق. سريعاً جمع الأستاذ ثعلوب أدواته وقفز في سيارته متجهاً إلى وسط الغابة. توقف أمام شجرة بدت قديمة وراسخة في منتصف الغابة، حيث تعيش العديد من الحيوانات. مكان رائع أستاذ ثعلوب. انتظر لترى ما خططت لأجلك. أسند الأستاذ ثعلوب السلم على الشجرة وبدأ في عد الخطوات لأعلى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. وعندما وصل إلى الأعلى فتح حقيبته وأخرج ألواحاً خشبية، ثم قام بتركيبها معاً. والآن أحتاج لبعض المسامير وسيكون كل شيء في أفضل حال. شارفنا على الانتهاء سيد هيثم. لا أطيق الانتظار أكثر أستاذ ثعلوب. يا إلهي، يا له من بيت رائع. إنه بيتك الآن سيد هيثم. هذا بيتي؟ لا أصدق عيني. أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب صديقي. دخل النسر هيثم منزله الجديد، وكان يومه بمثابة العيد. كانت فكرة سديدة للأستاذ ثعلوب، الذي طالما ساعد الغير وأسعد القلوب. في يوم من أيام الربيع، حيث الطقس البديع، نام الأستاذ ثعلوب في هدوء خالياً ذهنه من كل المواضيع. لم يوقظه إلا صوت العصافير، فغادر من فوره السرير وفتح خزانة ملابسه الأنيقة، مخرجاً قميصه وربطة العنق الدقيقة. وبعد ذلك احتسى مشروبه الفريد، ثم طالع الجريدة ليعرف الجديد، وما إن انتهى حتى ركب سيارته وغادر إلى مكان بعيد. في هذه الأثناء
كان الصغير ميمون يقود دراجته في الغابة. كان ميمون مستمتعاً بشدة، لكن فجأة انزلقت الدراجة ووقع ميمون من عليها. ميمون يا صغيري، هل أنت بخير؟ أنا آتٍ. نعم، ولكن الدراجة ليست بخير. يبدو أن هناك مشكلة في إطار الدراجة. لا تقلق عزيزي، سوف أصلحه لك. ميمون، فلتساعدني في عد أماكن المسامير؟ بالتأكيد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. يبدو أنهم 9 مسامير. حسناً صغيري، سأعد كم واحداً في حقيبة أدواتي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. سأخذ مسماراً إضافياً تحسباً لخطئه في العد. إذن 9 + 1. نحتاج لعشرة مسامير، هذا سهل. حسناً ميمون، لقد انتهينا. شكراً جزيلاً أستاذ ثعلب، لقد ساعدتني كثيراً. هيا جربها. ومجدداً انطلق ميمون بدراجته الجميلة. من الذين نعتمد عليهم في حياتنا؟ من الذين نجدهم دوماً بجانبنا؟ مستعدين للتضحية ورسم البسمة على وجوهنا لجعل يومنا أفضل ولمشاركتنا أجمل لحظات المرح واللعب. نور عن أخته روان في كل مكان، لكنه لم يستطع أن يجدها. مرحبا يا نور. ماذا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ قلت أنك ستعود للمنزل بالتأكيد. ما الذي أصاب جهازك؟ إنه لا يعمل، لكنه جديد. أعلم ذلك، لقد بحثت عنك في كل مكان. أخي، هل قلقت لأجلي؟ كفى، يجب علينا إصلاحه. وكيف لنا أن نفعل ذلك؟ مهلاً، أنت الخبيرة هنا. ولكنني لا أعرف كيف أصلحه، أنت تعلم ذلك. عليك أن تحاولي أولاً. فعلت ذلك قبل أن تأتي، ولم أصل لأي شيء، صدقني. أتفكرين فيما أفكر فيه؟ أظن ذلك، انتظرني هنا. مرحباً. مرحباً أستاذ ثعلوب، روان أتلفت جهازها اللاسلكي. قل
كفى عن الشجار، أعطني جهازك، ربما أستطيع إصلاحه. ها هو، لكنني لست السبب، صدقني. سأذهب إلى ورشتي لأرى ما مشكلته. شكراً أستاذ ثعلوب. عفواً. أتظن أنني السبب حقاً؟ بالتأكيد، ومن غيرك؟ ولكنني لم أفعل. لا، أظن أنك فعلتي. شيء لا يصدق. الآن يعمل جيداً. ألم أقل لك؟ لكنه لم يكن كذلك، لقد جربته. أعلم، لكنه سليم الآن. أرأيت؟ أنت أتلفته وأصلحه الأستاذ سالو. لم يكن تالفاً يا نور، إنها البطاريات. آسف رورو، لا عليك، لقد كنت خائفاً عليك. أعلم ذلك، لدي أخ رائع. ربما يختلف الإخوة أحياناً ويتشاجرون، لكنهم في النهاية يظلون عائلة. ذات يوم وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة، إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سبع. أهلا مولاي، كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالا. شكرا لك، سأكون في انتظارك. حسناً، إلى اللقاء. على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبع. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب، أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلاً لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحداً جديداً؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقا؟ شكرا أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن لا، ليس هذه الكلمة. عفوا، أمهلني بضع دقائق. حسنا، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعا، فهو عزيز علي جدا. لا تقلق، سيبدو جديدا. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل.
جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا. أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب. لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه. فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض. في منتصف فصل الشتاء، حيث موسم التخزين والاختباء، كان صوت الرعد يخلع القلوب والمطر منهمر على كل الدروب. وكان صديقنا نقار الخشب نديم يواجه إحدى المشكلات. يا إلهي، ما هذا الطقس البارد؟ علي الاستعانة بالأستاذ ثعلوب قبل أن ينهار منزلي. كان الأستاذ ثعلوب يقرأ كتابه عندما وصل إليه السيد نديم. لم يكن أحد ليأتي في مثل هذا الوقت إلا إذا كان هناك مشكلة. سيد نديم، ما الذي جاء بك في هذا الطقس البارد؟ تفضل بالدخول سريعا. أستاذ ثعلوب، أعلم أن الطقس بارد، وأعلم أن مشكلتي قد تصيبك بالملل، لكن أرجوك ساعدني. بالطبع، لا تقلق واسترح قليلا، ريثما أعد لك مشروبا ساخنا يدفئك في هذا البرد الشديد. حسنا، شكرا لك أستاذ ثعلوب. الآن أخبرني، ما هي مشكلتك؟ إنه السقف، أفسده الشتاء ثانية. حاولت مرارا وتكرارا أن أصلحه دون جدوى، لا ينتهي أبدا كابوس فصل الشتاء. تفضل عزيزي. أشكرك بشدة. إذا أخبرني، ماذا حدث للسقف؟ المطر يجعله هشا، حتى أنني أحيانا أخاف أن يتهاوى. لا أريد أن أتجمد. أنت محق، إنها حقا مشكلة كبيرة. حسنا، هل ستساعدني؟ أدرك الأستاذ ثعلوب أنه لن يستطيع إيقاف المطر، لذا ظل يفكر ويفكر. لدي فكرة، يجب أن نبعد المطر عن سقف منزلك. ولكن كيف سنفعل ذلك؟ حسناً، علينا الذهاب لمتجر الغابة، لكن أولاً علينا أن ننتظر توقف العاصفة. انقشعت العاصفة وأشرقت الشمس من جديد، وبعدها أظن أن الطقس مناسب الآن. هيا ننطلق أستاذ ثعلوب. انطلق الاثنان معا وتوجها نحو متجر الغابة. وماذا سنشتري أستاذ ثعلوب؟ سقفا مائلا. سقف؟ وكيف نستطيع أن ننقله؟ لا تقلق، هذا نوع جديد يبيعونه على هيئة قطع يمكن تجميعها معا. حل عبقري. أجل. اختار الأستاذ ثعلوب سقفا جميلا وتحرك معا نحو منزل السيد نديم. وهناك صعد الأستاذ ثعلوب وبدأ في إصلاح المنزل من الأعلى. والآن كل ما نحتاجه هو أن نجمع تلك القطع معا. ها قد انتهيت. أنا آت. لا أصدق عيني. هذا السقف لن يجعل المطر يزعجك مرة أخرى،
لا تقلق يا عزيزي. إذن هل تقصد أنه لن يدخل الماء إلى منزلي مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بكل تأكيد، فأنا الأستاذ ثعلوب. أنا في غاية السعادة، أشكرك كثيراً أستاذ ثعلوب. لا عليك أبداً، كل ما يهمني أن نعيش معاً في جو جميل. ودع السيد نديم الأستاذ ثعلوب بعدما عاد الدفء والأمان. لطالما شعر التنين جامح بالفخر بموهبته في التصوير، وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله. ولم يمض وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سبع. لقد انتهيت، الآن إرسال. يا لها من صورة! الآن عرفت من سيكون مصورنا. وفي الحال أرسل السيد منير رسالة إلى جامح. أخيراً رشحني أحدهم، لن أخذله أبداً، أعد بذلك. أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر، التقط صوراً جميلة وشعر بسعادة غامرة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل. يجب علي أن أتمرن. ها؟ يا إلهي، ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا إذ ضغط على زر غير من خواصها فصارت الصور بيضاء اللون. حاول جامح أن يعيدها كما كانت، فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات لكن دون جدوى. ماذا علي أن أفعل؟ آه، ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب. بعد القليل من التفكير لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ ثعلوب، فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال. جامح، هذا أنت. ساعدني أستاذ ثعلوب، الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء، ما العمل؟ اهدأ عزيزي، اهدأ، تفضل بالدخول. دخل جامح والأستاذ ثعلوب، وبعد ما جلس شرح مشكلته في هدوء. كما تعلم فاليوم حفل ميلاد الملك. نعم، وعلمت أنك ستكون المصور الرسمي للحفل، تهانينا. لا أستاذ ثعلوب، أخشى أنني لن أستطيع المشاركة. ماذا؟ لما؟ الكاميرا تعطلت. تعطلت؟ نعم، قمت اليوم باكرا لتجربتها قبل الذهاب، لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء. هل فحصت العدسة؟ نعم، وأعدت مسحها كي أتأكد، لكن بلا جدوى. والمرشح؟ كل شيء. إذن ليست العدسة ولا المرشح. دعني ألقي نظرة. أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات. من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها.
سأذهب إلى السجن، أليس كذلك؟ لا، لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي. سأكون أضحوكة الجميع. هل أنت متأكد من ذلك؟ ها؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه. يا إلهي، إنها تعمل. ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زدت خاصية الجاما بدون قصدك. أوه، لقد نسيت فحص ذلك. شكراً أستاذ ثعلوب. سأذهب الآن، أراك في الحفل. سيكون ذلك رائع. عندئذ غادر التنين جامح عائداً إلى بيته في سعادة وسرور.